كل ما ذكرته الآن، كل ما ذكرته خلال البحث عن مرجعية السب الفاحش والفسق والفجور، هل يوجد منكم من اعترض أو صار في نفسه ولو الاحتمال الضئيل عن حقية ذلك الشخص أو تلك المرجعيات التي تصدى أو أولئك عن أولئك المتصدين للسب والفحش على المنابر؟ هل يوجد إنسان يتعاطف معهم ولو قليلا، يعطيهم ولو العذر في السب الفاحش والقدح والكلام الفاحش والألفاظ المشينة المخزية؟ يوجد؟ لا يوجد إنسان، يستحيل أن يوجد إنسان يتعاطف مع أولئك أو يقبل بأولئك، لا يوجد إنسان، لا ذا خرج عن الإنسانية. العنوا مرجعية السب الفاحش بالصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. المصيبة أين؟ المصيبة هؤلاء المتصدون عندما يتصدون للأمر. طبعا أيضا شيء آخر أنا لا أعرف، يعني هو عندما يعني يجلس على منبر ويحكي بهذا الكلام، إذن هذا ماذا يحكي في المجالس الخاصة؟ ماذا يحكي؟ بالله عليك فكر وأنت تصور، عندما يجلس على المنبر وأمام كاميرات يحكي بهذا الكلام، في المجالس الخاصة ماذا يحكي؟ مع أهله كيف يربي أهله وأولاده؟ كيف يربي من يحيط به؟ فإذا لاحظ حتى يخلص من هذه القضية، كما حاول أبو الخطاب أن يخلص من هذه القضية وأراد أن يصرف جد معاوية وأراد أن يخرج ويدعي، فماذا قال؟ ماذا يقول؟ ماذا يقولون؟ يقولون أن ما يقولون من فحش وما يأتون من فحش ينقلوه بروايات، ينسبون هذه الروايات إلى أهل البيت، ينسبون هذه الروايات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينسبون هذه الروايات إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، بل ينسبون ما يقولون إلى القرآن. لكن ما هو الفرق؟ يقولون في تلك الفترة في ذلك الزمن كان الكذا الفلاني يقال عنه كذا والآن يقال عنه كذا. وصلت الفكرة إلى هذا المستوى من الوضاعة والرذيلة والدناءة. يعني يقولون لو أن الإمام سلام الله عليه في هذا المكان وجلس في مجلسهم، لو أن النبي صلى الله عليه وآله جلس في مجلسهم لذكر نفس الفحش الذي يقولون، لأتى بنفس السب الفاحش الذي يأتون به. كل هذا لتبرير ما تلبسوه من أخلاق الشيطان.